سلام البنات، من تكونوا كلكم بخير ولا خير. معكم كويزين موني. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الطريقه ديال حلوه ديال دواز اتاي، كتجي صراحه رائعه وسهله وبمقادير متوفره. بالنسبه للمقادير اللي عندنا، 500 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال السكر سنيده، 100 ملل ديال زيت المائده، 3 البيضات من الحجم المتوسط. عندنا هنا كاوكاو مهرمش بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الصوره. عندنا واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وعندنا بعض القطرات ديال الفاني. نبداو على بركه الله الطريقه. اول حاجه كنقوم بها هي اننا كناخذوا الزبده والسكر سنيده وكنخدموهم مزيان. من بعد ما خدمت الزبده والسكر سنيده مزيان، كنضيف الزيت وكنخدمو حتى هو مزيان باش ينتج لينا الخليط. كنضيف خميره الحلوه وكندير بعض القطرات من الفاني، ثم كنضيف البيض. كندير جوج بيضات وصفر ديال البيضه، وكنحتفظ بالبياض البيض هو باش غنخدم في الاخير. صافي، هنا كنبقى نضيف في الدقيق شويه بشويه حتى كيمتزج لينا الخليط. بالنسبه ليا انا هاد الكميه 500 غرام ديال الطحين كافيه باش كتجمع ليا الخليط. ممكن على حسب الجوده ديال الدقيق ممكن تضيفوا شويه، وممكن 500 نقصوا منها شويه، كيبقى على حسب الجوده. المهم العجين كيكون عندنا زوين ورطب، وكيكون شويه ما كيكونش قاصح، كيكون مجموع ورطب. صافي، هذا هو العجين ديالي. كتشوفوا الحال العجينه ديالي كتكون رطبه وكتكون زوينه. دابا غنشكلوها على حسب كويرات بالحجم الصغير او الكبير كيف ما بغيتوا. بالنسبه لي انا كنديرهم كويرات صغيورين، كتخرج ليا كميه صراحه زوينه، نص كيلو ديال الطحين. كندير كنشكل الكويرات في هذا العجين ديالي كامل، ومن بعد نوريكم شنو غندير. من بعد ما شكلت الكويرات، كناخذ الكره الاولى وكنوضعها في البياض البيض بهذه الطريقه، ثم كنوضعها فوق الكاوكاو مزيان، وكنوضعها في الطاوه. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله ديال الكريات ديالي، ونتلاقاو من بعد. صافي، هنا من بعد ما كملت من تشكيل الكريات، وكيف ما كتشوفوا كنوضع واحد الثقب في الوسط ديال الحلوه بهذا الشكل. كنوضع واحد الثقب نيت في الداخل، وكندخل الطاوات ديالي للفرن درجه حراره 180 مده 20 حتى 25 دقيقه.
هو هذا هو الشكل ديال الحلوة ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن. كيف ما كتشوفوا في الصورة كتجي صراحة رائعة. دابا غنحاول نملأ داك الفراغ اللي عندنا في الحلوة. عندي هنايا الشوكولات مذوب ولا الشوكولات ديال الدهن كيف ما كتشوفوا في الصورة، وعندي المربى ديال الليمون او المشمش اللي متوفر عندكم حتى هو، كنحاول نزيد فيه واحد الملعقة ديال الجلوكوز صافي، وكنبدا نعمر في الحلوة ديالي. وهذه الطاوة الثانية اللي خرجت من الفرن واللي غادي نحاول نملأها من الوسط بمربى المشمش. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى دوازاتاي. صراحه كيجي ساهل وكيتصيب بسرعه، يعني ممكن تحضريه الا بغيتي جايين عندك ضيوف تحضريه في وقت وجيز. كتجي صراحه بنينه ورائعه، كنشجعكم انكم تصوبوها. بالنسبه لهاد السكر اللي كنضيف من الفوق فهو كيبقى اختياري. صراحه كتجي حلوه ساهله وما فيهاش مقادير كثيره. نتمنى يعجبكم الفيديو حتى اليوم وتطبقوا الطريقه وتنخرطوا في القناة وتشجعوني باللايكات، وما تنسوش الضغط على الجرس. نتلقى فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.